يناقش قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم المطالب التي قدمتها بريطانيا كشرط لبقائها في الاتحاد، وتسود مخاوف كبيرة من أن يصوت البريطانيون بالموافقة على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بإجرائه بحلول نهاية عام 2017. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الاتحاد الأوروبي من أزمة شديدة على خلفية حركة الهجرة ومشاكل اقتصادية.